زيكم يا أصحابي، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. السنة دي حلقة جديدة مع بوجي وطمطم. بوجي وطمطم السنة دي عاملين مفاجأة جميلة قوي، عاملين فانوس جميل. هو فين؟ هو فين يا طماطم الفانوس؟ أهو، عملوا فانوس من الورق جميل قوي يا أصحابي، وحابين يعلموكم الطريقة. طريقته سهلة جدا جدا، طريقته حلوة قوي يا أصحابي، علشان لو عايزين تعلقوه في الشارع أو برضو في البيت ينفع في الاثنين. وحوية وحوي، كل سنة وانتو طيبين.
يا سلام يا أصحابي، الفانوس طلع جميل جدا جدا جدا. كل سنة وانتوا طيبين يا أصحابي. لو عجبكم الفانوس ده اعملوا زيه، سهلة قوي، بكتاب واحد بس تكونوا مش عاوزينه. يلا يا أصحابي نزين البيت ونزين الشارع، يلا بينا. يلا يا أصحابي بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعنا ده ما تنسوش تعملنا لايك واشتراك لقناة حواديت موها. يلا مع السلامة يا أصحابي.